استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سعادة السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وسعادة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي، وسعادة السيد جيسون غرين بلات مبعوث فخامة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، وسعادة السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها مملكة البحرين. وقد تسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيدا فخامته خلال الرسالة بالشراكة العميقة مع مملكة البحرين. كما أثنى فخامة الرئيس الأمريكي على حسن تنظيم البحرين الجيد لورشة السلام من أجل الازدهار. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لحرص فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة التاريخية بين البلدين. وقد رحب صاحب الجلالة بالوفد الأمريكي وبزيارتهم لمملكة البحرين متمنيا لهم ولكافة المشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها. وعرب جلالته عن عميق اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة والشراكة التاريخية والمتطورة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم كبير في مختلف المجالات. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية اليوم معالي السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، والتي تقوم بزيارة لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار. وقد رحب جلالة الملك المفدى بمدير عام صندوق النقد الدولي وبمشاركتها في هذه الورشة الهامة، مشيدا جلالته حفظه الله بالمستوى المتميز والمتقدم للعلاقات والتعاون بين مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي، معربا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به صندوق النقد الدولي للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي والتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.